حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. أصدقاء المستمعين، تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث روسيا من أجل الصداقة والسلام. نتحدث في حلقتنا اليوم عن نشاط الجالية العربية في العاصمة الروسية الثاني مدينة سان بطرسبرغ، كما نتعرف على فنانة الشعب السوفيتي ناديجدا كاتشيفا التي عملت على أحياء التراث الشعبي الموسيقي الروسي. لكن قبل ذلك نتوقف عند ذكرى ميلاد الكاتب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. في 11 من تشرين الثاني يوم ميلاد الكاتب الروسي العالمي فيودور دوستويفسكي، وقد أجابت الباحثة لودميلا سارسكينا عن أسئلة قراء روسيا ما وراء العناوين التي طرحوها على مدى عدة أسابيع حول الكاتب وأعماله. لودميلا سارسكينا هي مؤرخة للأدب وباحثة في حياة وإبداع فيودور دوستويفسكي وألكسندر ساجلينستن، ولها أكثر من 10 كتب وحائزة العديد من الجوائز الأدبية، من بينها جائزة كتاب العام 2008 والكتاب الكبير. وعملت أستاذة زائرة في جامعات الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا، وألقت محاضرات في جامعات ألمانية ويابانية. عن وجهة نظر دوستويفسكي حيال الدين، ترى سارسكينا أن خصوصية نظرة دوستويفسكي إلى الدين تتجلى في أن إيمانه جاء عبر طريق طويل من الشك. الرواية التي تعكس بوضوح موقفه من الدين هي رواية الأخوة كارامازوف. أما عن المسيحية فقد كان دوستويفسكي مسيحيا أرثوذكسيا، وكان يكون حبا كبيرا للسيد المسيح. وعن أعماله التي تظهر انتقادات الكاثوليكية، تشير إلى أنه تعرف في السجن بسجناء بولنديين كاثوليكيين، وقد أساءه موقفهم المتعجرف من السجناء الأرثوذكسيين، وبعد ذلك كتب كثيرا من الانتقادات للبابا بيوس التاسع. وقد ضمن الكاتب في روايته الأبله شيئا من سيرته، ولكن ليس بشكل حرفي، إنما بصورة مجازية وموزعة هنا وهناك. وقد استمد موضوعاته من تجربته الحياتية الخاصة كما يفعل كل كاتب، وهو لم يعاني من مشاكل نفسية بل كان صحيحا نفسيا، لكنه في شبابه تعرض لضغوط نفسية شديدة وكان يخشى الدخول في غيبوبة. أما ما يخص مشاكله مع القانون فقد تم اعتقاله في العام 1849 لمشاركته في حلقة ثورية، وتم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، ثم تم تخفيف الحكم إلى 6 سنوات في المنفى، وتم إطلاق سراحه في العام 1859. ولعل سبب مرض الصرع الذي عانى منه الكاتب هو عقوبة الأشغال الشاقة على الأرجح، ومكوثه في السجن بأومسك بين العامين 1854 و54، فهو لم يدرس علم النفس الإكلينيكي، ولكنه بالفطرة عرف أشياء كثيرة. وتشير الباحثة إلى أن دوستويفسكي التقى بنساء الديسمبريين في سيبيريا، حيث كان منفيا في توبولسك وكذلك في أومسك، وتبادل الرسائل مع فون فيزينا زوجة الديسمبري فون فيزين. وقد تزوج دوستويفسكي مرتين، زوجته الأولى توفيت في عمر الشباب بعد مرضها بالسل، ثم عاش مع الثانية 14 عاما وأحبها جدا. أما الأعمال الأكثر قراءة لدوستويفسكي وفقا للإحصاءات فهي الجريمة والعقاب والشياطين والأبلة. وقد تعرض أحد أعمال دوستويفسكي للرقابة قبل نشره، فقد حذفت الرقابة فصلا كاملا هو من رواية الشياطين، وبعد ذلك تم نشر هذا الفصل مستقلا مرات كثيرة. وكانت شخصيات رواياته في أقصى حالات اليأس وعلى وشك الانتحار، ورأى دوستويفسكي أن الإنسان يمكن أن ينكشف وتسهل معرفته في حالاته القصوى أكثر مما يمكن معرفته في الحالات العادية، ومارست القضايا الاجتماعية
تأثيرا طاغيا في رسم تلك الشخصيات، بل هي شكلت هاجسا عند الكاتب. أما التعبير عن الفكرة الرئيسية في أعمال دوستويفسكي فقد كان يتم عبر حوار بين الشخصيات وليس عبر المونولوج، فقد رأى الكاتب أن الطبع يظهر بصورة مؤثرة أكثر عبر الحوارات، فهنا تعمل الدراما، وقد كان مبدأ الحكاية عنده مشاهد وليس كلمات. وترى سراسكينا أن دوستويفسكي هو المدرسة الأفضل للتعلم واكتشاف الذات. أصدقائي، تنشط الجاليات العربية في العاصمة الروسية الثانية عبر المركز الثقافي العربي في مدينة سان بطرسبرغ. تحدثنا عنها في تقرير خاص الزميلة كارولين بزي بعد مقابلتها رئيس المركز الدكتور مسلم شعيتو أثناء زيارته لبنان. نترككم معها. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث روسيا، ونستضيف في هذه الحلقة مدير المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سان بطرسبرغ الدكتور مسلم شعيتو. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتور، عرفنا عن المركز الثقافي الروسي العربي. المركز الثقافي الروسي العربي سان بطرسبرغ روسيا تم تأسيسه منذ سنة تقريبا، بعدما تداعى مجموعة من ممثلي كل الجاليات العربية في مدينة سان بطرسبرغ لمناقشة أمور تتعلق بالشؤون الداخلية للمقيمين من العرب هناك،
ولمناقشة المسألة الأكثر حدة، وهي وصمة الصفة التي توصف بها العرب تحديدا أنهم يتمتعون بصفات إرهابية وما إلى ذلك. تقرر في هذا اللقاء أن ينشأ مركز يسجل رسميا في الدوائر الرسمية لكي نضع أمامنا هدف واحد، هو نقل صورة حقيقية ومغايرة عما تنقله وسائل الإعلام المشوهة إن كانت في العالم العربي أو حتى في روسيا بعض الأحيان، وهي أن العالم العربي يتألف من مجموعات مختلفة إثنية ودينية، وخاصة منطقة الشرق الأوسط حيث تجتمع بها كل الديانات السماوية، ويجتمع فيها كل أشكال الصراعات الفكرية والسياسية في إطار سلمي على مدار تاريخ كل هذه المنطقة. العنف والإرهاب أتى إلى هذه المنطقة صدفة بواسطة الخارج، الغرب تحديدا، وعانت منه منطقتنا انطلاقا من الهدف الذي وضعه الغرب لتخريب هذه المنطقة. ولذلك سننقل صورة، وبدأنا بها في سان بطرسبورغ، أن هذه المنطقة منفتحة تشمل كل الديانات، وهذه الديانات انتشرت في كل البشرية، الديانات الثلاثة في كل البشرية دون عنف ودم، ولكن السياسة الغربية هي التي حرفت هذا الاتجاه. طيب، من ينتسب إلى هذه إلى المركز الثقافي؟ مركز الثقافي العربي الروسي حسب النظام الداخلي هو جمعية روسية اجتماعية لا تتوخى الربح، أعضاؤه روس أو يحملون الجنسية الروسية، لكل من يقيم في مدينة سان بطرسبورغ أو في مدن محيطة أن ينتسب. حاليا أعضاء هذا المركز ممثلي كل الجاليات العربية وأساتذة ومستشرقين من معاهد روسية ونشطاء اجتماعيين روس وممثلي الجمعيات الاجتماعية والإنسانية الروسية التي تتعاطى بشكل عام العلاقات ما بين الشعوب والقوميات والديانات، وينتسب إليها كذلك الطلاب الروس النشيطين في مجالات الاجتماعية والثقافية. طيب، مدى فعالية هذه الجمعية أو المركز؟ أصبحت هذه الهيئة تحديداً باسم هذا المركز تشارك في كل النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تعتني بأمور المغتربين، بأمور المهجرين، بأمور النازحين، اللاجئين، الذين المهاجرين الذين وصلوا إلى سان بطرسبورغ، ونلتقي مع كل المنظمات الاجتماعية والثقافية أيضا التي تناقش اختلاف الديانات واختلاف الأعراق والحضارات، والتي تحاول أن تستنتج أو تستنبط بعض الحلول للمشاكل القائمة حاليا إن كانت في روسيا أو في العالم العربي، مشاكل إثنية أو مشاكل دينية. نعم، بدأت هذه اللجنة أو الأحرى هذا المركز في ممارسة نشاطاته الثقافية، وله مجموعة كبيرة من النشاطات في السنة الماضية. شو هي أهم هذه النشاطات؟ نحن نشارك في النشاطات الثقافية ونقيم نشاطات ثقافية. كان أحد أهم نشاطاته هو ما عقد في لبنان في الربيع الماضي في نيسان، مؤتمر يعتني بشؤون المهاجرين ما بين روسيا ولبنان، الذي دعي إليه عدد من الدبلوماسيين والمستشرقين الروس ورجال الإعلام الروس واللبنانيين، وعقد في بيروت وفي مدينة صور، وكانت هناك مداخلات ومواضيع قيمة، وسينشر مقررات هذا المؤتمر لاحقا بالتعاون مع جمعية متخرجي الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا. بالإضافة هناك مجموعة نشاطات بدأ الإعداد لها، وهي عبارة عن ثلاث نشاطات طاولة مستديرة. أحدها مناقشة كتاب بريماكوف، يفغيني بريماكوف، أسرار الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط وراء الكواليس، وكتاب آخر للمناقشة أيضا هو مصائر الإسلام في روسيا من تأليف رئيس جمهورية داغستان رمضان عبد اللطيفوف، وكتاب أيضا الثالث وهو طبع
حديثا في روسيا المارونية، وهو طبع باللغة الروسية، حاليا يترجم للغة الإنجليزية. هذه الكتب الثلاثة سيعقد حولها ندوات ثقافية واجتماعية في المدينة، بالإضافة إلى مشاركتنا تقريبا في كل ما يحدث في مدينة سانت بطرسبرغ. وأنت بتعرف جيدا هذه المدينة يقام فيها كل النشاطات الثقافية والعلمية والسياسية والاجتماعية، ونحن جزء أساسي من كل هذه الحلقات النقاشية. طيب ماذا تعني هذه المدينة بالنسبة للعرب بشكل عام وللبنانيين بشكل خاص؟ مدينة سانت بطرسبرغ بالنسبة لروسيا تحديدا هي العاصمة الثقافية الاجتماعية، العاصمة الفكرية، وهي إضافة إلى ذلك في العصر الحديث أو بالسنوات الأخيرة هي عاصمة إنتاج الرؤساء والقيادات الروسية. علاقة سانت بطرسبرغ بالعالم العربي علاقة عريقة بدأت منذ آلاف السنين، وبالأحرى ألف سنة، سنة 1001 أرسلت القيصرية الروسية الكنياز الروسي إلى مصر قناصل لتعلم التقاليد والعادات العربية لنقلها إلى روسيا، إلى سانت بطرسبرغ. بعد ذلك نحن نعرف تماما العالم العربي الطنطاوي الذي انتقل من مصر لتعليم اللغة العربية في أيام القيصر إلى جامعة سانت بطرسبرغ، وهذه سنة 1850 تقريبا، وهو من أول الأساتذة العرب الذين توجهوا إلى سانت بطرسبرغ. وسانت بطرسبرغ تقيم علاقات توأمة مع عدد كبير من الدول، من المدن العربية مثل الإسكندرية، بالإضافة لأنها هذه المدينة تضم جالية عربية كبيرة، بالأساس هي جالية، أكبر جالية سورية ولبنانية وفلسطينية، وهي كانت المدينة الثانية في الاتحاد السوفيتي حيث خرجت آلاف الاختصاصيين العرب في مجموعة كبيرة من الاختصاصات، وخاصة في الاختصاصات الفنية الثقافية. وكما نعرف مدينة سانت بطرسبرغ هي تضم أهم معالم ثقافية أثرية في روسيا، وأعتقد أنها تعني الكثير لهذه الطبقة المثقفة والعلمية. طيب دكتور مسلم شعايتو، بما أنك مدير المركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبرغ، شو الكلمة اللي بتحب توجهها عبر برنامجنا للمثقفين؟ أول شيء أتوجه لكل الخريجين تحديدا، بالأول انطلاقا من الخريجين أتوجه إلى المثقفين العرب أن يقيموا علاقات ودية، علاقات يومية، علاقات دائمة مع هذه المدينة لما تمثله في الذاكرة الروسية، لما تمثله في الحياة السياسية حالية في روسيا، لما تمثله من تاريخ عريق، إضافة إلى أنها مدينة تتميز بعمرانها وبميزاتها، وهي قد تكون مزارا لكل المثقفين والاختصاصيين في مجالات العمارة والفن والموسيقى وما إلى ذلك. العلاقة مع هذه المدينة تأتي بالفائدة ليس فقط على من يقيم العلاقة مباشرة، إنما تنعكس هذه بفائدة على كل المنطقة العربية وكل مثقفي العالم العربي وعلى كل الخريجين وما يدور في فلكهم. دكتور مسلم شعايتو، بنشكر مشاركتك معنا ببرنامج حديث روسيا. شكرا. Не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит. Конь чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока. Оттолкнул тот конь наши берега. Длинные
рекой течет, унесло весло, да разбило плот. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать петель, и одна беда, стелит нам постель. Широка река, и надолгое, конь чернее, чем ночь, ходит около. أصدقائي، نشكر كل من انضم إلينا وتفاعل مع صفحة برنامجنا حديث روسيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكنكم الاستماع إلى الحلقات السابقة من البرنامج، كما يمكنكم الاستماع إلى تلك الحلقات على قناة جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي على موقع يوتيوب. استمعنا ضمن فقرتنا الفنية التي ساهم في إعدادها الزميل ديمتري إلى أغنيتين للفنانة الشعبية الروسية الشهيرة ناديجدا كاتشيف. ولدت ناديجدا كاتشيفا في العام 1959 في مدينة غوركي التابعة لجمهورية تاترستان السوفيتية، ولعبت لفترة طويلة دور المغنية الرئيسية في فرقة الخاتم الذهبي، وحازت على جوائز عديدة، منها لقب مغنية الشعب الروسي في العام 1999. صوتها الجميل لاقى استحسانا لدى شعوب الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية، وقد انضمت إلى فرقة الخاتم الذهبي منذ انطلاقتها على يد الفنان الروسي ألكسندر كوستيوك في العام 1988. استمعنا إلى أغنية أنا لست ساحرة وأغنية النهر الواسع، ونستمع بعد قليل إلى أغنية تدفق الجداول، ومن كلماتها: مرت الأعوام لكننا لم نهرم، نجلس متعبين ولم نستكمل حكاية حبنا، كم هو رائع هذا الربيع وكم هي كثيرة مفاتنه، وتحت الصفصاف القديم تتدفق الجداول. تتدفق الجداول، لكنني لست لأحد وأنت كذلك لست ملكا لأحد. أتذكر كيف جرفتنا الأيام كل واحد منا في مساره، ولم نتحول إلى أغنياء بالرغم من طريقنا الطويلة. ولدنا بسيطين وقطعنا الدروب بين الحشود وعدنا، وها أنا أشيب وشعرك متموج بالرمادي. تتدفق الجداول، لكنني لست لأحد وأنت كذلك لست ملكا لأحد. Старые, недолюбившие, сидим усталые, и значит...
قدمت لكم هذه الحلقة زينب فقيه من إعداد عماد الدين رائف. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.